النهارده مباراه جديده في بطوله جديده ومختلفه تماما، هتكون في لمباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا في نص نهائي كاس السوبر المصري للابطال اللي بيقام النهارده في ابو ظبي. لسه مخلصين كاس العالم للانديه اللي اقيمت بالسعوديه واللي النادي الاهلي توج فيها بالميداليه البرونزيه، ودي الميداليه البرونزيه الرابعه للاهلي في تاريخ مونديال الانديه. وقفل بقى على كده، مفيش حد هيحقق الانجاز ده بعد النادي الاهلي، لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، لان البطوله الجديده نظام جديد، كاس العالم للانديه ليها نظام جديد، اتلغى فيها كمان الميداليه البرونزيه، المركز الثالث والرابع اتلغى. فالنادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه في الحصول على الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه. بص انا بتكلم بقول ايه، الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه اللي النادي الاهلي حصل عليها اربع مرات من ست مناسبات وصل فيها للسيمي فاينل، من ست مناسبات وصل فيها للسيمي فاينل من تسع مشاركات. هو لو جينا بقى للارقام، عشان الاخوه اللي طلعوا لنا بشويه ارقام اليومين اللي فاتوا، الاخوه الحاقدين اللي طلعوا بشويه ارقام اليومين اللي فاتوا، لا نرد عليهم بقى، نرد عليهم بالارقام برضو، لان بعض الحاقدين مش عاجبهم ان النادي الاهلي خد الميداليه البرونزيه، الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه، وبيسخروا من الميداليه البرونزيه، واللي يقول لك ده كانوا ثلاث فرق ولا اربع فرق، انتوا فرحانين عشان، طب ماشي معاك، انا معاك مفيش مشكله، هاخدك على قد عقلك لو انت عندك عقل. هو في سؤال، يا ريت بس حد يجاوبني من اللي بينتقدوا النادي الاهلي، من اللي بينتقدوا النادي الاهلي، هو حضرتك كاس العالم للانديه ده اللي اتلعب منه 20 نسخه وكانت الاخيره في السعوديه اللي هي رقم 20، هل حد راح من مصر او مثل مصر في البطوله العالميه دي غير النادي الاهلي؟